صبحكم الله بخير وحياكم الله من جديد في كويت اليوم. في كل أحد لنا لقاء يتجدد مع فقرة الإطفاء لمتابعة مستجدات إدارة الإطفاء ومتابعة نشاطاتها والاطلاع على آخر الحوادث وكيف تم التعامل معها من قبل رجال الإطفاء. واليوم معنا في الحلقة العقيدة المهندس أحمد الجزاف، مراقب دراسة المشاريع ووقاية محافظة الأحمدي ورئيس مركز إطفاء صبحان، المقدم محمد العيدان. صبحك رب الخير. الله بخير، يعطيكم العافية. صبحك رب الخير والأخوان المشاهدين. أول شيء يعني خلينا نتكلم مع الأستاذ العقيد أحمد. في البداية نود نتعرف يعني على أهمية الجولة التفقدية اللي قاعد تسوونها. طبعا احنا ما يخفى عليك وعلى السادة المشاهدين، آخر جولة قمنا فيها اللي هي كشف على محطة كهرباء، محطة توليد طاقة كهربائية وتنقية المياه، محطة شمال الزور تابعة لشركة شمال الزور الأولى. طبعا هي أول شركة، أول محطة كهرباء تقام مشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أول محطة كهرباء تنشأ كذلك. طبعا الجولة التفقدية كانت عبارة عن كشف تشغيل معدات المكافحة على أحد الأجزاء بالمحطة. هذه تجهيزات نقول للعمر. نعم. طبعا من الأشياء اللي فيها المحطة، طبعا المحطة تعتبر تنتج 1500 ميجاوات، والماي تنتج 107 مليون جالون امبراطوري باليوم. من المعدات اللي طلبنا عليها، طبعا هي فيها كثير من المعدات، معدات مكافحة وانذار، وهم احد المعلومات ان مضخة الحريق اللي فيها، واحدة من مضخات الحريق اللي فيها، تعتبر اكبر مضخة بالعالم، سووها يعني خصيصا طلبية خاصة من الشركة، من المالك حق المحطة هذه. حلو، انزين وشون نتائج الزيارة اللي طبعًا صارت؟ طبعا نتائج وايد زينة. طبعا احنا نقوم جولات تفقدية، نطلع كشف قبل التشغيل، نستلم المعدات. أول شيء نستلم معدات المحطة اللي هي معدات المكافحة والإنذار. بعدين نقوم بتشغيل المعدات هذه على أساس نضمن سلامة عملها أثناء الحريق والحوادث. حلو، زين المقدم محمد، خلينا نتكلم عن الحريجة اللي صارت في مصنع الخشب في صبحان. لو تكلمنا عن هذا الحريق. صحيح، بيوم الخميس الماضي تلقينا بلاغ من غرفة العمليات الساعة 4:59 فجرا بوجود حريق في أحد المستودعات في منطقة صبحان، وعلى الفور توجه مركز إطفاء صبحان. هذا اللي قاعد نشوفه صح؟ هذا لا، هذا اعتقد في حريق في خيطان. اي هذا في خيطان بيت عربي. صحيح. اما بخصوص حادث صبحان، الساعة 4:59 تلقينا البلاغ، وعلى الفور توجهت فرقة صبحان كمستجيب أول بحكم منطقته، والمستجيب الثاني مركز المواد الخطرة. طبعا تعرف أخوي جاسم، احنا نعتمد على الريسبونس تايم مالنا، فسرعة الاستجابة كانت من استلام البلاغ للوصول خلال دقيقتين، وهذا تقريبا كان وقت قياسي. عند وصول الفرقة بموقع الحادث تبين أن الحادث مستفحل منتشر على مساحة 5000 متر. فعلى طول احنا عندنا بروسيجر، اول ضابط يوصل يسوي 360 على المبنى، يشوف في مصانع جنبه ما في مصانع. فلله الحمد الفرق توزعت، المركزين مركز صبحان ومركز المواد الخطرة توزعوا بحيث انه لا ينتقل الحريق الى المصانع. يعني حاصرت المكان وخليته لما هو في وقت قياسي. كم ساعة تقريبا؟ يعني تقريبا ساعة ونص احنا مسيطرين على الحريق بالكامل، بالإضافة إلى عمل عزل وتبريد بالكامل المستودعات اللي بجوار المصنع المحترق. قواكم الله. بس ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد في كويت اليوم، ومعنا في الاستديو العقيد المهندس أحمد الجزاف، بالإضافة إلى المقدم محمد العيدان من الإدارة العامة للإطفاء. حياكم الله من جديد. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الحريق في مستودع في صبحان. صحيح. فبالتالي عقب ما استجابوا المركزين، مركز إطفاء صبحان ومركز المواد الخطرة، وتم وضع خطة يعني بوقت قياسي من قبل الضباط، من خلال ساعة ونص وتم السيطرة تقريبا ساعة ونص احنا مسيطرين على الحادث بالكامل، ولكن احنا احترازيا اساس لا ينتشر الحريق طلبنا اكثر من مركزين، مركز العرضية ومركز السالمية، بالاضافة الى مركز الاسناد.
طيب احنا اسبوعيا يعني قاعدين نستضيف الإدارة العامة للإطفاء وما نتمنى ان نسهل السؤال هذا اللي هو والله شنو اخر الحوادث، هل في الاخلال يكون مثلا من الاماكن نفسها في الاشتراطات ولا ظروف خارج عن الاراده؟ طبعا هذا الموضوع شوي عقيم امانه، خاصه احنا في يعني منطقه صبحان احنا نسميها قنبله موقوته، لان منطقه فيها متاجر فيها مصانع فيها مستودعات، فبالتالي يجب على الملاك أصحاب المصانع أنهم أول شيء يركزون على الاشتراطات الوقائية، ولكن للأسف الشديد في بعضهم عندهم سوء تخزين، في بعضهم عندهم تسكير المداخل والمخارج الطوارئ، في بعضهم الستاف نفسه لو أنه يصير عنده حريق بسيط ما يقدر يستخدم مطفأة الحريق ولا يعرف شنو هي مطفأة الحريق وأي مطفأة يستخدم. وللأسف يعني الحين في 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 الآونة الأخيرة احنا شددنا مع قطاع الوقاية في عمل رصد المخالفات، فقاعد نروح نعمل حملات على طول أول بأول، يعني كل أسبوع عندنا حملة حملتين على المصانع، واللي ما يستجيب على طول راح يعني الإدارة العامة للإطفاء حريصة كل الحرص في الغلق الإداري. طبعا يعني هذا الموضوع عندك العقيد مثل ما قال أخوي المقدم محمد، يعني احنا في عندنا قله وعي بين الجمهور، يعني تشوف الناس يتابعون بالسوشيال ميديا وايد اشياء تكاد تكون يعني غير مهمه، ولكن ما يتابعون امور السيفتي. يعني تشوف احنا في دول اوروبا تدرس هذه المواد بالجامعات وحتى من المدارس، فاحنا الناس يعني ما تتابع في امور لازم تتابعها، استعمال المطفئه شنو احترازي، شنو اسوي انا اذا تسرب عندي الغاز بالمطبخ، هذا شيء مهم. اذا اشتعلت عندي مثلا جدر الطبخ وفي زيت اشتعل عندي، الزيت اشتعل عندي شنو اسوي، هذه اشياء مهمه. بس الناس ما عندها الوعي الكافي، فعشان كذي يصير تشوف الحوادث تزيد وتستفحل الحوادث شيء كبير يعني. طيب سيادة العقيد، احنا كنا قاعد نتكلم عن محطة شمال الزور، تمام؟ هذه محطة ان شاء الله احنا قلنا للعمر، تمام؟ فهل انت شفت شنو الاشتراطات طبعا الواجب توفرها في مثل هذه المحطات؟ طبعا ما يخفى عليك احنا اي مشروع من سكن استثماري الى اكبر مشروع يمر علينا في اجراءات محدده. طبعا المشاريع الكبيره نفس المحطات هذه، محطات توليد الطاقه الكهربائيه وتحليه المياه، مصافي النفط مثلا، هذه طبعا اول شيء المكتب الهندسي يعمل لنا برزنتيشن، عرض مرئي كامل يبين لنا شنو بالمشروع هذا، شنو الاجزاء اللي فيه والمباني اللي فيه، اساس عندنا رؤيه كامله حتى المواد المستخدمه. نعم نعم، لازم، هذا شيء مهم اساس نعرف بعدين شنو نحط احنا الاشتراطات. بعدين اول مرحله تقديم قدم المكتب الاستشاري، المكتب الهندسي يقدم المخططات المعماريه التصميميه، يتم دراستها من قبل المهندسين بقطاع الوقايه. طبعا تقريبا عندنا احنا فوق 200 مهندس في قطاع الوقايه في مختلف الاختصاصات ما شاء الله. تندرس اول شيء المخططات المعماريه التصميميه من ناحيه مسالك الهروب، من ناحيه ارتفاعات والقاطنين، ويتم وضع اشتراطات الاوليه عليها، اللي هي معدات المكافحه والانذار نسميها. بعدين يتم تنفيذ المشروع، اثناء تنفيذ المشروع تقدم مخططات ثانيه، احنا مخططات تنفيذيه اللي هي شوب دروينج، يقدمها مقاول الاطفاء اللي هي فيها المرشات، مرشات المياه، فيها كاشفات الدخان، فيها انظمه التهويه لتصريف الدخان اساس تساعد اخواننا المكافحه بعدين اثناء الحرائق لا سمح الله. يتم اعتماد المخططات هذه اول شيء، بعدين المقاول ينفذها. بعدين في مرحله قبل ايصال التيار نطلع احنا من مراقبه المشاريع، نطلع كشف على المنشاه، ناخذ المخططات المعماريه معانا المعتمده، مخططات التنفيذيه يعني قبل تشغيل المبنى نفسه، قبل تشغيل المبنى وقبل ايصال التيار نطلع احنا نسميه اول شيء كشف ايصال التيار. يتم فحص المعدات، الكشف عليها فقط استلامها، لان للحين ما في كهرباء حق تشغيل المعدات. نشوف المعدات نطابقها مع المخططات والكتالوجات المعتمده، حتى الكتالوجات لان المعدات لازم تصير معتمده من قبل الاطفاء. نفحص نكشف على المعدات هذه، معدات المكافحه والانذار والتهويه والانظمه الخاصه، نتاكد ان هي نفس الكتالوجات المعتمده ونفس قائمه المعدات المعتمده، فهني نعطي ايصال تيار كهربائي. بعد ما يتم ايصال التيار الكهربائي نطلع كشف تشغيلي، هني خلاص يعني قبل هذا ما يقدر يشغل المنشاه بالغرض المنشود منه انه يدخل ناس ويشغلها، ليه ما يقدر، لازم في تشغيل نهائي اللي قبل لا تطلع الرخصه المهنيه والنهائيه حق المبنى. نطلع مع المقاول مع الشركات اللي مركبه الانظمه هذه،
نفحص نشغل عادي الحين نشغل الشبكة هذه أو عفوا المعدات هذه وتشوف انها فعلا مرتبطه مع بعض متوافقه مع بعض وتؤدي دورها مثلا هو هي هي شبكه فعلا بسبب ارتباطها باشياء ثانيه نعم نعم وبخصوص محطه توليد الطاقه الكهربائيه وتحليه المياه لشركه شمال الزور طبعا هذه محطه كهرباء فيها يمكن اكبر المعدات واكثر المعدات المطلوبه لحجمها ولتكلفتها العاليه وان حتى اذا وقفت لا سمح الله تاثر على كثير مناطق وهي تقريبا تعطي 20% من احتياجات الكهرباء وتعطي كميه كبيره من المياه وطبعا يعني تكلفه معدات المكافحه والانذار بهالمحطه تكاد توصل الى 15 مليون دينار تقريبا ما شاء الله مقدم محمد نتكلم عن الحين لما يصير حريجه مثل يعني خلينا نقول مصنع الاخشاب وغيره نعم. هل يعني تقدرون انتم تشوفون المتسبب او اللي سبب هذا الحريق تقدرون تطلعون يعني اكيد راح يكون عندكم اجراءات بعد الاطفاء طبعا اخوي جاسم اي حريق اي حريق كبير او بسيط يعني عندنا القسم للتحقيق حلو فاحنا دائما اذا وصلنا موقع الحادث نبلغ ضابط المعلومات ونبلغ ضابط التحقيق من قبل عمليات ان يحركونهم فهم يتواجدون معنا ولهم بروسيجرهم خاص أي. هم يقومون يتحققون طبعا يشوفون الحارس ويشوفون صاحب المصنع ويشوفون الحريق بدايته ونهايته وين وش اللي صار بالكامل وتخالف اللي طبعا اللي طبعا ما في يعني احنا قبل تقريبا شهر اعطينا انذار من قبل اخواني في الوقايه حق احد المصانع على اساس انه هو يطبق ويشيل المخالفات اللي موجوده لكن للاسف ما استجاب فمره ثانيه اعطوا انذار ثاني هم ما استجاب بعدين قاموا في عمليه القلق الاداري. طيب المقدم محمد بالنسبه حق السيارات المدنيه اللي تشوفها تصفط مثلا في سواء كانت منشات خاصه، شركات خاصه او حتى في شركات منشات حكوميه. في بعض الابواب انه يكون مثلا للطوارئ وتلاقي السياره واقفه على اساس انه موقف، ما لقى موقف راح وحط سيارته. صح. هذا شوف هني مرات يوقف تلقى فوهة حريق موجودة تحته احنا الحين نعاني في صبحان عندنا الرايزر الرايزر هو عبارة عن اذا صار حريق عندنا في البيسمنت اللي هو السردام او ان حريق المصنع ونبي نشغل المرشات فاليوم للأسف بعض السيارات هي تسكر فلما توصل فرق الاطفاء وتبي تشكل الهواز في الرايز ما نقدر بسبب انهم مسكرين او الحين للأسف بعد قاموا يدعمونهم وقاموا يبوقون النحاسيات الموجودة فنعاني معاناة مو طبيعية فإحنا قمنا سوينا حطينا هذه النحاسيات عندنا في آلياتنا تدري شنو يبي لنا جاسم يبي لنا كاميرا على المداخل والمخارج تخلي تكون بشكل تفاعلي مع الإدارة العامة للإطفاء أول بأول صفطت سيارة يطلع سيارة بلاغ حق المرور ويروحون يخالفون أول بأول صح والله صدق يعني العقيد احمد يعني ما يصير لكم دور كذي ان تحطون كاميرات يصير اتفاق مع وزاره الداخليه طبعا انت اذا توصل ان كاميرات لهالدرجه يعني طبعا انت تخلي يعني كل واحد نايم عند اي منشاه طبعا صعب مثل ما قلت لك مساعة لازم يصير الناس عندها وعي هذه ممتلكاتهم هذه ارواح في ناس تدري وهم توقف يعني احنا دائما نحذر الناس يعني سبحان الله الحادث يصير لك مره واحده صح بالعمر ها صح يعني اوقات في ناس لما احنا نطلع مثلا تفتيش او نطلع على او نحط اشتراطات يقولنا احنا ما 20 سنه انا ما صار لي شيء ما احتاج هالنظام اقول 20 سنه ما صار لك شيء يمكن بلحظه صح لحظه تخرب عليك كل ال 20 سنه يطابق تجتمع كل الظروف يصير عندك حريق ما كفايه ففي اشتراط لازم يكون تنفذ قاعد تصير مخالفات قاعد تطلعون في مخالفات طبعا عندنا مراقبه تفتيش ومتابعه دائما يطلعون على بالمناطق في عندهم يسوون خريطه مجزئين المحافظات ويطلعون في كل محافظه طبعا حتى على المحلات حتى على المحلات على المجمع حتى المجمعات المباني السكنيه يطلعون على السراديب لان بعض السراديب يصير فيها تخزين وهذا طبعا مخالف صحيح العماير السكنيه ممنوع التخزين بالسرداب لان يصير كثير من الحوادث حتى على السلالم حتى على السلالم وتسكير بعض الابواب سالك الهروب هذا وايد مضر طبعا هم صارت حوادث وفيات بسبب غلق الممرات وهالابواب هذه صح كل الشكر لك العقيد المهندس أحمد الجزاف مراقب دراسة مشاريع ووقاية محافظة الأحمدي ورئيس مركز إطفاء
صبحان، المقدم محمد العيدان. جاسم احنا هني قاعدين على ياكل الاستديو بالبراد وقاعد نقترح اقتراحات كذي ها بروتوكول دنيا لا يعني نبي احنا بس التعاون اللي بين الوقايه، بس كلمه اخيره، التعاون بين الوقايه و شو يسمونه المراكز الاطفاء مكافحه. اي احنا قطاعات، قطاع الوقايه وقطاع المكافحه. طبعا اكيد في توافق وفي ترابط بيننا. احنا مثل ما قلت لكم احنا اول شيء نحط الاشتراطات، وفي كثير من الاشتراطات اللي نحطها هي اساسا حق رجال المكافحه. تمام. ولما بعد ما تصير المنشاه وتخلص هم نطلع جولات مع المراكز، مع ضباط المراكز والافراد بالمراكز، نراويهم المباني هذه، يعرفون شنو المعدات اللي فيها وشلون طريقه استعمالها. يعني كل اداره تكمل الثانيه. اكيد طبيعي طبيعي. طبعا حتى الحين احنا في المراكز عندنا نموذج رصد المخالفات، فاحنا نطلع على المصانع مثلا، اول مثلا عماره او سراديب ايا كان متاجر، فنقوم نعمل المخالفات اللي موجوده. فخلاص احنا على طول من نخلص ونصور ونوثق كل امورنا نبلغ اخواننا في اداره الوقايه، فعلى طول ننسق نعمل حمله على هذه المصانع. بالصور كدليل؟ دليل طبعا، دليل يعني بالصور، وحتى الحين ديزلوكيشن يعني صار في بيننا وبين قطاع الوقايه تعاون مو طبيعي ما شاء الله. هذا اجمل ما في التكنولوجيا. اي نعم، فعلى طول ندز لوكيشن وهم على طول يعني خلال نص ساعه هم موجودين عندنا. عندك اي في هم خطه على اساس انه يصير انه يصير اي المخططات هذه اللي تدرس عندنا وتعتمد تكون موجوده على النظام على السيستم، بحيث حتى لما يطلع ضابط الموقع يكون يفتح يعرف المبنى، يعرف شنو فيه شنو مخطط المبنى شو نعم صحيح. نعم والله جميل. كل الشكر لكم ويعطيكم العافيه، وان شاء الله ما في حرائج ولا في مصانع ولا في اي والله ان شاء الله. قواكم الله وشكرا. مقدم محمد العيدان بالاضافه الى العقيد المهندس احمد الجزاف، شكرا لوجودكم معنا. يا هلا ومرحبا اخوي. هم رجال يستحقون الشكر والتقدير دائما، وهم الساهرون على امن هذا الوطن من ناحيه الحرائج وغيرها من هذه الاشياء.